انا ظنيت بحال حتى القضيه ديال الميزانيه خرجوا عليها في الحقيقه، لان باش يبداو يقلبوا على شي ضرائب وهذا ما بقى لهم غير يديروا لنا ديك الضريبه ديال تنفسوا الهواء، وهذا كان واحد الاقتراح ديال شي شركه فرنسيه انهم يعملوا لنا واحد لاباراي باش نبداو نخلصوا الهواء. شي واحد كيكون مثلا كي عنده اباري كتسجل عليه بحال هذاك الكونتور اللي كان في الحيط، كيجي لك واحد السيد كيوقفك عنده النمره ديالك عنده كل شيء، كيقول لك هذا الشهر راك شميتي بزاف، راه كاع الهواء خرجتي عليه، راه شهرين ما خلصتي. دابا هما مصادر الثروه كيقلبوا فيها، ما كاينش المغرب ما عندوش البترول، ما عندوش الغاز، ما عندوش هذا، عنده ثروه كيخرج منها حنا الغاز الحقيقه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.